البداية مع الأهلي، وهناك ما بين الأهلي واتحاد الكرة. لو ترجع كده بالذاكرة أنا قلت لك إيه، هيبقى في خطابات رايح راجع. عندي جزئيتين ما بين الأهلي وما بين اتحاد الكرة في منتهى الأهمية، بس خليني أبتدي بالأكثر أهمية أو بالأحدث. خلاص، الأحدث هو بيان الأهلي الصادر اليوم الموجه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، واللي بيخاطبه فيه مباشرة بالشكل اللي أنا هعرضه لك دلوقتي حالا على الشاشة. النادي الأهلي قال لك بعد ضمان التأهل لكأس الأمم الأفريقية، الأهلي يطلب من اتحاد الكرة إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب للارتباط بالسوبر الأفريقي. قال لك أنا خد بالك، أنا هحكي لك بالظبط الستوري، هحكي لك القصة كلها على بعضها زي ما متعودين عندنا دايما يبقى عندنا الإيه؟ القصة الخبرية. وبعد القصة الخبرية هبتدي أكلمك وأقول لك بالظبط رأيي إيه في الموضوع زي ما إحنا ما متعودين، وتعقيبنا إيه على الجزئية دي. فالبيان أهو قدام سيادتك. فالأهلي طلب من اتحاد الكرة إعفاء اللاعيبة الدولية من معسكر المنتخب للارتباط بالسوبر الإفريقي. قال لك إيه بقى؟ قال لك إنه خلاص المنتخب خلاص تأهل، فالماتش اللي هيبقى مع إثيوبيا اللي هو يوم 8 ده تحصيل حاصل، والمباراة التالية يوم 12 من نفس الشهر تجربة ودية، ويأمل الأهلي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة. خد بالك من التفاصيل اللي في الكلام علشان دي هيتبني عليها المناقشة اللي هتحصل دلوقتي حالا بيني وبينك. خد بالك من تفاصيل الكلام، قال لك ايه؟ يأمل النادي الأهلي المساندة والتعاون، يأمل المساندة والتعاون، حط تحت الكلمتين دول خط، ماشي كده؟ من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته ولاعبي الأهلي خلال الفترة من 4 ل 12 سبتمبر نظرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت قادر أقول لك إبراهيم فايق قال كذا وكذا وكذا وكذا، لكن حبيت إن أنا أجيب لك كلامه بالنص وتسمعه حضرتك عشان نبدأ نتكلم ونشوف الموضوع ماشي إزاي والكورة في مصر ماشية إزاي. هل بنبيع أو بنشتغل بمكيالين؟ إحنا عايزين العدل، العدل مش أكتر من كده خالص. اللي يمشي على الأهلي يمشي على الزمالك يمشي على الإسماعيلي عشان يكون فيه روقان بال يعني. وعايزين نرجع بالتاريخ لورا شوية، الإسماعيلي خسر بطولات بسبب مباريات ودية للمنتخب، مباريات ودية للمنتخب، وما كانتش مباراة الإسماعيلي بتتأجل. لو نفتكر موسم 2003-2004 والإسماعيلي بيقابل أنيمبا النيجيري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والكابتن حسن شحاتة كان بفريق الناشئين بيلعب مباراة ودية تقريبا في الإمارات، وضم حسن عبد ربه واحمد فتحي ايام ما كان احمد فتحي بيلعب في النادي الاسماعيلي ومن ناشئ النادي الاسماعيلي، وكان لاعبين الاثنين لعيبه مهمه جدا في النادي الاسماعيلي وليهم تاثير جامد جدا، وضمهم حسن شحاته لمباراه وديه، والاسماعيلي خسر البطوله بسبب حاجات يعني السفر والطياره اللي سافر بيها والعقبات اللي لقاها النادي الاسماعيلي وتاجيل وما فيش تاجيل مباريات يعني. لكن لما تيجي فريق تاني زي الاهلي تلاقي الدنيا سالكه والدنيا مظبوطه. ليه الكلام ده بيحصل مع النادي الاهلي وما بيحصلش مع الفرق التانيه؟ احنا عايزين العدل. هتنفذه مع النادي الاهلي يعني ايه؟ ان انت بتدي مساحه للنادي الاهلي في كل حاجه. ده انت ممكن تاجل ماتش مهم جدا لمنتخب مصر عشان النادي الاهلي، وممكن ما يشتركوش اصلا في بطوله افريقيا لعيبه النادي الاهلي مع المنتخب. ما ده اللي ناقص. احنا عايزين المساواة وعايزين العدل وعايزين يعني معلش اللوائح اللي انتوا بتطبقوها تقولوا لنا ان انتوا مثلا هتعملوا الدوري ومش هيبقى فيه تأجيلات، ونفاجئ ان فيه تأجيلات نظام الدوري كذا، وبعدين بعد اسبوعين ثلاثة عشان الاهلي متعسر يبقى تتغير اللائحة وتتنسي وتتركن وتتحط في الدرج، ونلاقي الشغل بمزاجه. قلنا الفار اول سنتين من الفار الاهلي بيخسر الدوري يتظبط الفار والاهلي يكسب الدوري، ايه ما تظبطوا الدنيا، اظبطوا الدنيا بالعدل. هو لازم الاهلي ياخد كل حاجه؟ لازم يعني ماتش الاهلي والمصري البورسعيدي في كاس مصر يعني المصري كسبان 100% خليته الاهلي يكسب. فاحنا عايزين بس عدل عشان. السلام عليكم ورحمه الله.